نعرفوا بالله بالاسعار ديال المحروقات في المغرب اسعار محرره منذ 2015 ولا تدخل الحكومه في التحديد ديال الاسعار. كل شركه كتحدد الثمن ديالها على حسب التكاليف الخاصه بها، والارتفاعات اللي كتعرفها المحروقات دابا على الصعيد الوطني هذا ماشي استثناء في المغرب بل ظاهره عالميه نتيجه للازمه الجيوسياسيه اللي كتعرفها اوروبا والنتيجه للسياسات الحمائيه اللي خداتها العديد من الدول باش تضمن المخزون ديالها داخل بلادها. اذا هاد الزيادات ماشي غير عندنا في المغرب ولكن زيادات اللي كيعرفها السوق العالميه، السوق العالميه ككل هذه نقطه اساسيه خصنا نعرفوها بعدا، والاساسي ان الحكومه لا تتدخل في التحديد ديالها. ولكن لما نقول بان الحكومه لا تتدخل في التحديد ديالها لا يعني بالله ان الاداره لا تتابع هذه الاسعار على الصعيد الوطني، بالعكس عندنا تتبع يومي ديال الاسعار باش كنشوفوا المستويات ديالها مقارنه مع الاسعار الدوليه. والان كيبان بان المنحه ديال الاسعار داخل بلادنا تقريبا غادي في نفس المنحه اللي كتعرفوا الاسعار الدوليه والاسواق الدوليه. هو القرار بالاساس اتخذ لحمايه القدره الشرائيه ديال المواطنين وكذلك لحمايه النسيج الاقتصادي عموما. علاش قطاع ديال النقل؟ لقاش هو اكبر مستهلك ديال الغازوال في بلادنا، وهو اللي كيشكل واحد الحلقه ديال التضخم في حاله الى ما دخلتش الدوله لدعم هذا الغازوال. اذا دعمنا الغازوال على اساس باش المواطن ما يضرش، المواطن في التنقلات ديالو سواء في الكورسه ديال الطاكسي ولا في الطوبيس ولا قبض الكاربي للمدن الى غير ذلك، ما يضرش بطريقه مباشره بهذا، وكذلك باش ما يضرش المواطن بطريقه غير مباشره بزياده ديال الاسعار ديال المواد البضائع اللي كتنقل بهذا القطاع. اذا الهم الاساسي في الاول كان هو حمايه القدره الشرائيه ديال المواطن بالاساس، خاصه المواطنين المعوزين سواء في التنقلات ديالو ولا اقتناء البضائع ديالو. هذا هو اللي خلى، وبالفعل كانت نتيجه بحيث لم نسجل اي زيادات في الاسعار سواء لا النقل الحضاري داخل المدن ولا النقل بين المدن، وحتى تاثير على اسعار ديال الخضار ولا البضائع المنقوله عموما لم نشاهدهم. الحكومه قررت عدم زياده اسعار المواد المدعمه، هذا اساسي عند الحكومه. داكشي باش خصات في القانون المالي الاولي 16 مليار ديال الدرهم لدعم المواد الاساسيه و16 وتم بحكم ارتفاعات. لقاش هنا بغيت نفتح واحد القوس، لقاش الزيادات اللي كنتكلموا بزاف على زياده المحروقات، لحقاش المحروقات اسعار ديالها محرره والاثمنه التغيرات ولا تقلبات الاسعار الدوليه كتبان في السوق الداخليه لان الاسعار ديالها محدده. ما نساوش بلا مواد اخرى حتى هي عرفت زيادات وكانت توصل لمستويات قياسيه لولا تدخل الحكومه عن طريق الدعم. مثلا نعطيك غير البوطه الكبيره اللي كيشري المواطن ب 40 درهم راه الثمن الحقيقي ديالها هي 150، الدوله كتعطي ثلاثه المرات الثمن باش كيشريها المواطن. نفس الشيء بالبوطه الصغيره، السكر الى غير ذلك، بحيث ان غير في 6 اشهر الاولى ديال هذه السنه الدعم غير ديال الغاز بوحدو 12 مليار ديال الدرهم، السكر 3 مليار ديال الدرهم، الدقيق الوطني اللي كنسميوه بالدارجه ديالنا فارينا 3 مليار ديال الدرهم اللي كفارينا. علاش الدعمات؟ باش كيبقى الخبز العادي ديال الدرهم و20 في الثمن ديالو، والطحين الفرص والحرش اللي كنستعملوا في المنازل ديالنا كيبقاو في الاثمنه ديالهم. اذا الحكومه خدات على العهد ديالها انها دعم المواد الاساسيه وخصات 16 زائد 16 مليار، وعلى حسب التقلبات الحكومه عندها التوجه ديال دعم هاد المواد الاساسيه، هذا بالاضافه للمجهودات الحكوميه الاخرى. ما نساوش بالله عطات 2 مليار ديال الدرهم للقطاع السياحي اللي نتيجه الازمه اللي تعرض لها بسبب كورونا، 1.4% اللي تحدثنا عليها القطاع ديال النقل، و10 مليار نهضه التعليمات الساميه للنهوض اللي مواجهه اثار الجفاف في العالم القروي. كاينه واحد اللجنه وزاراتيه مختلطه اللي كتجتمع مره في الشهر واللي اجتمعت اليوم كنجتمعوا مره في الشهر، وكنكتفوا الاجتماعات ديالنا
خلال بعض الفترات اللي كيقوى الاستهلاك، كيكون مثلا خلال شهر رمضان كنجتمعوا مره في الاسبوع، الدخول المدرسي كنجتمعوا كذلك مره في الاسبوع، في ايامات عاديه كنجتمعوا مره. هذا الدور ديال هذه اللجنه الوزاريه المختلطه اننا كنشوفوا التقارير اللي كيجيونا من اللجان المحليه ديال المراقبه، جميع القطاعات، جميع القطاعات الحكوميه المكلفه بالمراقبه، كنشوفوا التقارير ديالهم وكنحاولوا نخرجوا باستنتاجات، والا كان هناك اختلالات ولا شي حاجه كنقدموا اقتراحات. اذا كاينه مراقبه ميدانيه لمحاربه اي ممارسه مقيده للمنافسه، باش كاين الممارسات المقيده مثلا اشهار الاسعار، التلاعب في الاسعار، الادخار السري، التخزين السري الى غير ذلك. هذه كان كتم المحاربه ديالها. الى سمحتي نعطيك مثلا اخر تقرير، اخر تقرير ديال الشهر من فاتح ماي حتى ل 15 يونيو 2022 تم مراقبه تقريبا 31000 نقطه بيع، اللي تم ملاحظه 1216 مخالفه فيها، وكتهم هذه المخالفات عدم احترام قواعد ديال حمايه المستهلك، مثلا اشهار الاسعار الى غير ذلك، مخالفات لقانون حريه الاسعار والمنافسه، عدم منح يعني الفاتوره الى غير ذلك، عاد مخالفات فيما يخص استعمال البلاستيك، وكذلك كاين هناك مخالفات فيما يخص المواد غير الصالحه غير مطابقه لمعايير السلامه ولا المخالفه للصحه العموميه.